للوقوف عند انتهاكات الميليشيات في العراق ضد سكان مدينة الموصل ينضم إلينا عبر الهاتف من واشنطن رئيس المركز الوطني للبحوث والدراسات كامل الحساني. أستاذ كامل، مرحبا بكم. يعني كما تعرفون يتعرض سكان مدينة الموصل لابتزاز الميليشيات وأيضا وشاية المخبر السري لم تنقطع. إذا كان الأمر قديما، بماذا تفسر تزايد وتيرة هذه الظاهرة أستاذ كامل؟ يعني موضوع المخبر السري بقانون اصول محاكمات جزائيه وبكل المنظومات الجزائيه في العراق وفي العالم معروفه، سواء كان الاخبار سري او علني يفترض ان يرتبط بوقائع وحوادث وادله وقرائن. ولكن المشكله انه المحاكم والاجهزه التحقيقيه والاجهزه الامنيه تبيع وتشتري بموضوع المخبر. المخبر الان مرة يقبلوه ونفس المحكمة ونفس القاضي ونفس الأجهزة الأمنية تبلغ المتهمين بأنه فلان قد أخبر عنك ويتم تصفية المخبر. بالنسبة من جهة ثانية، حتى الإخبارات يعني المجردة بدأت مقبولة من المحاكم، وأنا مستغرب يعني كيف تقبل وأصبحت ظاهرة حتى بالنسبة اللي عندهم دعاوى حقوقية يعني مالية عقارية يذهبون إلى المحكمة الجزائية يبعثون مخبر سري ويتم ابتزاز الخصم بقضية الدعوة الجزائية وأصبحت ظاهرة، بحيث هي هذه المنظمة الرئيسية التي سببت الظروف اللي جاءت بها القاعدة وداعش وربما أي ميليشيات وأي عصابات إجرامية أخرى. طيب بالمستقبل أستاذ كامل، تعتقد أن وشايات المخبر السري أثرت على الأحكام التي تصدر بحق الأهالي طبعا بعد تلفيق تهم كيدية ضدهم، هل أثرت على مستوى الأحكام؟ نعم، يعني الكثير من المحكومين واللي نفذت عليهم الأحكام حتى بالإعدام، بدليل أنه قانون العفو الأخير القضاء قد لقن مجلس النواب بوضع مادة يقبل بها إعادة المحاكمة إذا كانت المحاكمة مستندة على مخبر سري، وهذا عار يتحمل القضاء وكل قاضي. يعني كيف تقبل أو يقبل القضاء أن تعاد محاكمة لمحكومين مروا بخمس مراحل بالمحاكمات الابتدائية والعليا والتمييز وتصحيح قرار تمييزي ثم تجري عادة المحاكمة، وإلى الآن على قانون العفو يجري عادة المحاكمة لبعض من حكم بسبب المخبر السري. أستاذ كامل، من الناحية القانونية هل مقبول الأخذ فقط بشهادة المخبر السري والميليشيات في إدانة المواطنين في جرائم طبعا وصل بعض أحكامها للإعدام؟ لا يجوز. يعني الإخبار المجرد إذا قبلتها المحكمة يعني هذا كارثة، لأنه الإخبار يعتبر كاذب إذا لم يتم أو يرافقه وقائع ودليل وقرائن. أما إذا القضاء يقبل هذا الإخبار فهذه مشكلة، يعني ويفترض أن تحاسب المحكمة ويحاسب القاضي ويحاسب المخبر وكل من يشترك موضوع المخبر المجرد من الوقائع والدليل والقرينة الجزائية. أستاذ كامل، من أفلت من تلفيق التهم من قبل الميليشيات وقع في شرك ابتزازهم، هل ترون موقفا جادا من الحكومة لوقف هذه الانتهاكات؟ لا، يعني أولا لا توجد حكومة حقيقة وتوجد عصابات سواء على المستوى المحلي أو الاتحادي. اما انه القضيه تصير بها محاسبه والحكومه الحقيقه حتى الدوائر الرسميه تستخدم الاخبار لابتزاز المواطنين الابرياء والبسطاء. فالتعليق على الحكومه بامكانها ان تنهي هذه الظاهره غير ممكنه، وهذه ظاهره قديمه وجدت من ايام الاحتلال، ايام كان القاضي يخفي اسمه والمحقق يخفي اسمه والعنصر الامني يخفي اسمه ويتلثم، واستمرت هذه الغيبوبة اللي تعيش بها الناس. والآن معروف أن القضاء العراقي يعيش قضاء وقدر، يعني ما تعرف أنت مرة بريء ومرة متهم بجريمة حكومة الإعدام.
أستاذ كامل، إذا ناقشنا مفصل الهدف والغاية، هناك تواطؤ كما يقول مراقبون بين الحكومة والميليشيات، لكن إذا ما تحدثنا عن الهدف، ما الهدف الذي تريده الحكومة والميليشيات من وراء كل هذه الانتهاكات؟ يعني هي التصفيات من أجل النفوذ والامتيازات والمنافع، الحلال والحرام، وهذا موضوع الإخبار السري أو العلني، كلها واحدة من أهم الوسائل الآن تستخدم بالمنظومة الجزائية لاستهداف الناس الأبرياء أو أصحاب النفوذ السياسي أو المالي إلى آخره. من واشنطن، رئيس المركز الوطني للبحوث والدراسات كامل الحساني، شكرا جزيلا لكم.